بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة وهناء. في هذه المحاضرة سنحاول أن نفرق ما بين الثيرموداينامكس والكينيتكس كنترول. في محاضرة السابقة حول البوتنشال انرجي سيرفيسز يعني غطينا هذا الموضوع تقريبا بشيء من التفصيل، لكن ارتأينا أن تكون هذه المحاضرة فقط مخصصة لهذا الموضوع. وكما أسلفت يعني سابقا أنه الثيرموداينامكس أو اهتمام الثيرموداينامكس هو فقط في الانيشال والفاينال ستيت، بهمني حقيقة الرياكتنت والبرودكت انيشال وفاينال ستيت، هذا الدومين للثيرموداينامكس. فعندما ندرس أي تفاعل كيميائي نهتم بالرياكتنت وما ينتج، وهو نهتم في دراسة أو حساب هذا الفرق في الطاقة، طاقة البرودكت ماينس طاقة الرياكتنت. فمن خلال الثيرموداينامكس يتم حساب ما يسمى بالثيرموداينامكس فانكشن، وهي الانثالبي اوف رياكشن دلتا اتش، وايضا الانتروبي اوف رياكشن دلتا اس، والجيبس انرجي اوف رياكشن دلتا جي. وكما يعلم الجميع بان دلتا جي هذا هايبوثيتيكال فانكشن، وعباره عن كومبينيشن ل تو فاريبلز اللي هو الانثالبي مع الانتروبي، وايضا عامل التمبريتشر. والمعادلة لحساب الدلتا جي اللي هي دلتا اتش ماينس تي دلتا اس. طبعا حساب هذه الفاريبلز يعطي مؤشرات كثيرة حقيقة عن التفاعل الكيميائي. فمثلا حتى يكون هذا التفاعل تفاعل تلقائي، حكينا سابقا انه الثري كونديشن لهذول الكاتيجوري انه دلتا اتش يجب ان تكون نيجاتيف بمعنى اكسوثيرميك، الرياكشن ريليسز انرجي، لانه اذا كان بوزيتيف بيكون اندوثيرميك يمتص ابزورب انرجي. الانتروبي حسب السكند لا اوف ثيرموداينامك انه ذا انتروبي اوف يونيفرس انكريسينج لازم تكون بوزيتيف، والدلتا جي يجب ان تكون تلقائي وهي نيجاتيف فاليو. هذول الثري كونديشنز حتى يكون التفاعل ايش تلقائي. هذا ما يسمى بالثيرموداينامك كنترول او دومين. فقط نحن نحسب قيمه دلتا اتش دلتا اس ودلتا بي. لاهتمام الكينيتكس فهو going from reactant to product، انه بمعنى كيف نكون النواتج. اذا الدومين حقيقه يكون ما بين الرياكتنت والبرودكت، بحيث ان الكينيتكس تبين اليه حدوث هذا التفاعل. كيف حصل هذا التفاعل؟ هل حصل في one step mechanism انه تكون فقط transition state واحدة، او two steps two transition state three steps وهكذا. فبيان آلية التفاعل هو اختصاص ومجال الكينيتكس. اما بالنسبة للقيم التي تحسب من خلال الكينيتكس، يعني نحن نحسب الريت اوف رياكشن معدل سرعة هذا التفاعل، وايضا الاكتيفيشن انرجي الاي دبل داجر، وهي أقل كمية من الطاقة لازم لحدوث التفاعل الكيميائي، minimum the required energy for reaction to take place. وأيضا يتم حساب thermodynamics function الأخرى وهي الدلتا اتش، يتم حساب الانثالبي. نميزها عن الانثالبي of reaction يجب أن يضاف double dagger إنه enthalpy of activation entropy of activation وجيبس انرجي اوف اكتيفيشن. وهذه القيم يتم حسابها من خلال الفرق ما بين طاقة الترانزيشن ستيت ماينس طاقة الرياكتنت او الانترميديت ان كان الرياكشن يعني متعدد الخطوات. اذا هذا هو اهتمام الكينيتكس، حساب هذه القيم الاساسية وبالذات الثيرموداينامكس فانكشن اوف اكتيفيشن والاكتيفيشن انرجي ومعدل سرعة التفاعل وآلية حدوث التفاعل الكيميائي. هنا يجب أن نشير بأن بعض التفاعلات الكيميائية a certain reaction is thermodynamically favorable، يحصل بشكل تلقائي، but kinetically unfavorable. وأفضل مثال حقيقة على هذا الأمر هو يعني تحول C diamond إلى C graphite. يعني هذا التفاعل تحول الماس إلى الشاركول إلى الكربون الجرافايت، والفرق ما بينهم كبير حقيقة من حيث الترابط، انه الجرافايت بيكون عبارة عن stacked sheets يعني stacking over each other، والدايموند بيكون هالتتراهيدرال نتورك يعني بشكل قوي. هذا التفاعل ثيرموداينامكلي فيبرابل بمعنى انه يحقق الثلاثة
الشروط وهي أن الدلتا اتش سالب والدلتا اس بوزيتيف والدلتا جي نيجاتيف. إذا هذا التفاعل ثيرموداينامك فيفرابل، لكن هذا التفاعل كينيتيكلي انفيفرابل، بحيث أنه هذا التفاعل يعلم الجميع بأنه لا يحصل ويحتاج إلى مئات الملايين من السنوات حتى يتم بروسيسنج هذا الرياكشن. لذلك عن هذا التفاعل نقول بأنه ثيرموداينامكلي فيفرابل بات كينيتيكلي انفيفرابل. إذا هذه لمحة سريعة عن الفرق ما بين الثيرموداينامكس والكينيتكس كنترول. شكرا لتواجدكم وإصغائكم، طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.